فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وأما الإجماع فمن وجوه، من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم. نعم. وأما دلالة الإجماع على تحريم التشبه بالكفار فما فعله عمر رضي الله عنه في خلافته من أنه وضع شروطا لأهل الذمة يلتزمون بها لتكون فارقة بينهم وبين المسلمين في لباسهم وفي ركوبهم وفي جلوسهم وفي أمور سيذكرها الشيخ رحمه الله. نعم. قال: شرطوا على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا. نوقر المسلمين، هذا واحد، ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس. نعم، هذا الكفار يلتزمون بهذا، هذا شرط من شروط عقد الذمة أن يوقروا المسلمين ويحترموهم ولا يتجرأوا على إهانة أحد من المسلمين، وأنهم من تقديرهم للمسلمين أنهم يقومون لهم من المجالس ويجلس فيها المسلم، يقومون لهم من مجالسهم توقيرا لهم، فالمسلم يقدم في المجالس وفي الطريق وفي الدخول والخروج، قدم المسلم على الكافر. نعم. ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه إذا أرادوا الجلوس، أما أن يقوموا لهم وهم لا يريدون الجلوس وإنما مروا فهذا محرم، لا يجوز القيام لشخص من باب الاحترام، وإنما يقام له لغرض صحيح. نعم. ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، ولا يتشبه أهل الذمة بالمسلمين بشيء من لباس المسلمين، بل تكون ملابس المسلمين متميزة وملابس الكفار خاصة بهم، والله المستعان. الآن الذي ليس فيه تشبه هذا لا يكون رائقا عند الناس من الملابس وغيرها. نعم. والشكل، شكل الجسم وشكل الشعر، كل شيء عند كثير من الناس الآن ليس فيه تشبه فإنه لا قيمة له، وإنما التسابق والقيمة هو في التشبه بالكفار، أيهم يكون أسبق وأيهم أحذق في التشبه بالكفار، هذا هو الذي يعتبر المتقدم والراقي والحضاري إلى آخر ما يقولون. نعم. قال: لا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، قلنسوة أو عمامة أو نعلين. القلنسوة ما يلبس على الرأس خاصة، ما يلبس على الرأس خاصة، فيكون هناك فارق بين ما يلبسه المسلم على رأسه وما يلبسه الكافر على رأسه، بحيث إذا رأيته ولو لم ترى وجهه تعرف أنه ذمي أو أنه مسلم ولا عمامة وهي ما يلف على الرأس. القلنسوة تلبس على الرأس للبس لأنها منسوجة أو مخيطة على قدر الرأس، وأما العمامة فإنها تلف على الرأس لفا، وهذا من خصائص المسلمين وهي من عادات العرب التي أقرها الإسلام، فلا يترك أهل الذمة يلفون العمائم على رؤوسهم كما يلفها المسلمون أو يلبسونها كما يلبسها المسلمون. نعم. أو نعلين. نعم. أو فرق شعر. أو نتشبه بهم في النعال، قد سبق لنا نوع من هذا، النعل الصرار والنعل، أننا لا نلبس النعال التي يلبسها هؤلاء خاصة بهم، أما النعال المشتركة التي ليست خاصة بهم فلا بأس من لبسها.